شكرا جزيلا السيدة الأستاذة الفضلة رانيا عبد العزيز، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالبنك التجاري الدولي CIP. قبل أن ننتقل إلى مراسم إجراء القرعة، فقط المهندس خالد مرتجي وسعد سفير لوي يتبادلان تقديم الهدايا والدروع التذكارية. السفير الألماني يقدم درع السفارة إلى المهندس خالد. أما النادي الأهلي يقدم تيشيرت الفريق الأول لكرة القدم. علاقات متميزة حقيقة الأمر ومستمرة تجمع السفارة الألمانية بالقاهرة بالنادي الأهلي أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية، وبالنيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تي شيرت النادي الأهلي يقدمه المهندس خالد مرتجي للسفير لوي. شكرا جزيلا، لأنه هذا النوع من العلاقات بيصب وبي